نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقرية ورورة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بمشاركة الأهالي والمواطنين. وشهدت الجلسة تفاعلا بين المشاركين في الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته، حيث تطرقت لعدد من الموضوعات من بينها ضرورة مشاركة الجميع في صياغة محاور الحوار الوطني السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تأكيدا لرغبة القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية في الاستماع بشكل مباشر للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية. مفيش أبلغ رد من إن القرى بتاعتنا، يعني أهالينا الطيبين، الناس البسيطة، النهاردة متجمعين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه عشان يقولوا رأيهم في الحوار الوطني. خلينا أقولك إن حجم الوعي الكبير اللي موجود عليه قرانا وعزابنا ومناطقنا وأحيائنا ومدننا تقول إن لا، مصر بخير. أحزاب كلها ممثلة على مائدة الحوار الوطني للتحدث في كل الشؤون سواء صغيرة أو كبيرة. أنا بشارك في الحوار الوطني النهاردة لأن دي مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائما المبادرات وراها شيء عظيم لبناء هذا الوطن ولاستمرار هذا الوطن.